كمال العقبي وكيل لجنة القوى العاملة. سيادة النائب برحب بيك. اهلا بيك يا فندم، ازي سعادتك يا فندم؟ كله تحياتنا. طيب، ربنا يخلي سعادتك. عايزين نعرف ايه اخر اخبار قانون الخدمة المدنية والمقدم من اكتر من طرف الحقيقة واكتر من جهة. بص سعادتك، احنا عاملين في قانون الخدمة المدنية، خدنا جبنا قانون الحكومة اللي عاملاه، وجبنا بتاع زي ما سعادتك قلت النائب محمد انور السادات والنائب بهاء ابو شقه اللي هو بتاع الورد، وجبنا بتاع الاعلامي وحضر معانا بالفعل، وعملنا مقارنات وعملنا مناقشات، وبالفعل اللي احنا بنلاقيه انسب بنعدل فيه، ولو لقينا بتاع الحكومه انسب في اي ماده من المواد بنخليها زي ما هي. ثق تماما اللي احنا باذن الله لصالح العاملين بالدوله ولن نتخلى عنهم ابدا. احنا دلوقتي واقفين عند الماده 36، وواقفين كاد المشاكل كلها منصب على 32 و34 و65 اللي هي الند والاجر. البعض كان بيقول عاوزين 10%، والبعض الاخر 7%، والحكومه كانت عامله 5%. اما الند كانت الناد بالاربع سنين زي ما انت سعادتك عارف، دلوقتي بيقول عاوزين نعملها مده ثانيه 4 سنين على ان يجوز النقل خالص. بالفعل احنا باذن الله باذن الله احنا شايفين هو الحد الادنى، احنا الحد الادنى باذن الله باذن الله اللي هيتم ان مش هيقل العلاوه عن 5%، مش هتقل عن 5%، وان الحد الادنى هيكون باذن الله 1200. طيب دلوقتي لما حضرتك تقول لي الموضوع مش هيقل عن 5%، ده مقترح الحكومه. لا، الحكومه بتقول لك 5%، احنا معوض 5% بس، فانا بقول لك احنا لسه ما خدناش القرار النهائي، بس مش هيقل، ممكن يزيد، بس احنا لسه ما خدناش القرار النهائي. طب ما تاخدوا النص يعني ونبقى وسطنا الموضوع كده، ولا ايه يا سياده النائب؟ ما هو في اتجاه لسبعه، وفي اتجاه لعشره، وفي اتجاه احنا بص سعادتك احنا عاملين هنعمل باذن الله موازنات من كل الاراء، وباذن الله انا بقول في البدايه اللي احنا في الاول وفي الاخر هنبقى لصالح العاملين، دي بقى انا بطمن لعمال مصر والعاملين بالدوله. وبالنسبه للند؟ الند خلاص هو كان مشكله بيقولوا 4 سنين على ان، فاحنا في اتجاه اخر راي اخر بيقول نعملها 4 سنين تاني، وفي اتجاه وفي بقول انما 4 سنين بيتم نقله على طول. ودينا امثله بضابط الشرطه لما بيتنقل والاسره بتتنقل معاه، فمن الممكن والاحتمال الكبير ممكن الاسره تبقى المدام بتبقى شغاله، فبنحتاج مثلا ممكن اقعد اكثر من 4 سنين، فبالتالي بنحاول نبص ونراعي النقط دي. طيب هنتابع معاكم طبعا كل التفاصيل المتعلقة بالقرارات الأخيرة اللي هتوصلوا لها. شكرا ليك وكيل لجنة القوى العاملة النائب جمال العقبي.